واحد يوارد يوارد تكفى تكفى قل ايه تكفى قل ايه من هذا والزق فيه اح السلام عليكم انا وسهلا يا الخير من زاد مطفرين في خطر يا جماعه الخير لو الاخيره في ناس كثيره قاعده تقلد الاعلانات اللي قاعد انزلها وقاعده تبيع اشياء غاليه باسعار رخيصه نفس الاسلوب اللي اتبعه انا في اليوتيوب وفي ناس تعتقد انه انا فحبيت اطلع لكم بهذا المقطع ونوريكم الكذابين اللي موجودين داخل الساحه قبل ما نبدا في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع لا تضغط اللايك ترك في القناه وفعل جرس التنبيهات وتابعنا على حساباتنا تويتش ناب انستغرام كلها فعالين عليها تويتش فتره اخيره يعني قاعد ابث الشخص الاول يا جماعه الخير عار السيارة. سياره سيارتي والله العظيم منها. سيارتي موجودة في اليوتيوب ما أخذها في أحد تطبيقات البيع وكاتب إن سعرها 400 ريال راح ندخل الحين ونشوف راح نتواصل معاه أو نتصل عليه المشكلة ان سيارتي وأدري إنك كذاب تعالوا خلينا نشوف أيوة السلام عليكم أهلا وسهلا الشخص الأول يا جماعة الخير عرض سيارة مرسيدس بقيمة 400 ريال سيارة حقتي فالآن يا جماعة الخير رد علينا تعالوا خلينا نشوف طيب أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم أنا في البداية كتبت السلام عليكم أخوي شايف إعلان لك في حراج سيارة مرسيدس ب 400 ريال إذا موجودة ممكن تتصل علي رد علي وعليكم السلام طبعا الفرق بيني وبين هذه ممكن حدود ربع ساعة أي مرسيدس شبح مجدد بكتب اي نعم الحين بنستقعد يا عيال بنستقعد على موضوع بشكل الله لا يوريكم طب ما نبدا يا جماعه الخير اذا انت وصلت لين هنا وما حطيت لايك اتمنى انك تضغط على زر اللايك برضه تراني ابث بعض الاحيان في تويتش راح تحصل رابط التويتش تحت وتويتر وسناب موجود في كل وقت تابعوني يا سلام يا جماعه الخير يقول اي السياره موجوده طيب اخوي فيها مشاكل طيب اخوي فيها مشاكل طبعا انا كذا مره ترى حذرت من الموضوع هذا في ناس كثير بنفس الاسلوب هذا خلينا نشوف ليه 400 ريال ليه 400 اكيد فيها مشاكل انا والله صرت استمتع عليهم والله اقول لكم جدد تقول لي فيها مشاكل اوكي هذا دخل بموضوع يعني الحين قاعد يكلمني بحده يعني يعني مجدد الموتر فهمت يعني وكذا الحين بيدخل في عيني اقول لكم جده اي زين اي زين بس 400 ريال تحس شويه يعني حرام والله مشكله السياره سيارتي يعني اول الزد يما يا اخي والله شيء غريب قسم بالله العظيم صامل اي صامل اي صامل اقدر اتصل عليك الحين واحد اقدر اتصل والله اتصلت عليه وانا طالع من صلاه العصر واتصلت عليه اول ما دخلت البيت اتصل عليك اتصل عليك ممكن عليك ممكن لا بعد محترم معاه انا اوفر احترام حرفيا الخاص موجود عندك ال... عندك الاستفسار اي نعم بس اخوي انا صامل وكيف انقل السياره يا اخي والله قاعدين يستغلون الموضوع هذا اللي شفت واحد في التيك توك قاعد يتكلم يقول ترى في ناس يستغلونها واجد يستغلونها واجد ترى كذا مره حذرت يا جماعه الخير اي شيء تبغى تشتريه تاكد ان في صوتي راح يطلع حول يوصل لك الموع تعال خذ المفتاح كيف والله يبارك لك حول يوصل لك كيف يوصل لك الموع موقع تعال خذ المفتاح اوكي اي طيب الحين بنبدا عيال ابغى احس انه يوتيوبر تمام أه. تقدر تصور لي سياره عندك صور للسياره اكثر يا سلام يقول تبغى تجديد ولا قبل التجديد يعني قبل التجديد ولا بعد التجديد لا بعد التجديد بعد التجديد. أه كلها 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 ابي اشوف قبل قبل وبعد يلا الحين اوريك الحين اعرف كيف احشر يا حرامي يا حرامي الو ابغى صور اول شيء الحين بنعرف من الصور هل هو اسامه ولا شخص ثاني يعني لو جاء شخص مثلي كذا ويعني يبغى يشتري وهو ما هو اسامه ويحسب انه اسامه كيف راح يعرف الحين نشوف اول مره شكلان حشر يلا تكفى يلا طيب اللي ما فاهم القصه يا جماعه خير هذا شخص ماخذ سيارتي وعرضها في حراج. عرض المرسيدس طيب ليه اسامه قاعد تروح تكلمه وتتواصل معه عشان ابين لكم يا جماعه الخير مو كل شخص اسامه بعدين لو فيه شخص انصرق في شخص انسرق بتجوني انا صح لا ترى في الحقيقه مالي دخل لان انا قايل لكم المقطع الاول راح يكون صوتي موجود يا سلام، وأرسل لنا يا جماعة الخير الصورة حقت السيارة، تفضلوا. تفضلوا، تفضلوا، تفضلوا يا الصدمة، تفضلوا، تفضلوا يا عيال، يا الله، ما يا يخ... اخي الله، منين جاب الصورة ذي؟ يا غريبة يا اخي، غريبة ما شاء الله، يا اخي غريبة ذي السيارة يا اخي، منين جابها؟ هذا يوم افحصها، ما شاء الله يا غريبه ذي السياره يا اخي منين جابها هذا يوم افحصها ما شاء الله، ما شاء الله، بوريكم منين أخذ الصورة واضحة ذي، هذه مقطع تجديد عيالي موديها المبرمج، ما شاء الله، تكفى لا تروح، تكفى تكفى لا لا تروح تروح السيارة تكفى 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 بها كم ماشيه كم ماشيه عندك صوره قبل عندك صور قبل بقول ابغى اشوف قبل كيف حالتها يعني عندك صور قبل بيضحكني ذا شوفوا قسم بالله العظيم ها اني والله ما ادري تمام ما ادري وش الشيء اللي راح يرسله بعد شوي ولكن عندي توقع انه بياخذ صوره من ثمنيل عندي توقع تمام اذا ما جاب صوره من ثمنيل انا ما اعرف ثمنيلات المقاطع حقتي انا ما افهم لما في الا هذيك الصور حرفيا اللي كان يقص الصوره من المقطع برضه 250 ممشاها كذاب كان ممشى السياره المرسيدس يا عيال 110000 110000 كيلو العداد لها قلب التجديد قبل التجديد آه, اوكي وريني الحين اوريك انا ما افهم يا من مقطع يا من ثمبريل ها أه؟ ذكروها من ذي الشيئين بس ما راح يقدر يجيب اكثر من كذا ما راح ما بعده ما بعده والله العظيم بعده يعني ما يقدر ما يقدر يجيب اكثر ما يقدر يلا خلينا نشوف <applause> 400 ريال يا الله يعني كم دولار 400 ريال يعني 100 دولار تعلموني يا عيال تعلموني يا عيال اقسم بالله اني كنت حاس والله العظيم هذه في الثمنه الحقي شوفوا السما هذه انا مركبها هذا المقطع اللي جاب 2 مليون مشاهده في اليوتيوب اقسم بالله ان كنت داري أقول اح اح بقول, آه آه بقول عند فيوار الحين واحد آه فيوار فيوار تكفى تكفى قل ايه تكفى قل ايه الحين شوف هل هو برضه سرق شخصيتي؟ انا بصدع كل اللي قبل كانوا بلوتي شخصيتي تذكروا ذاك اللي حط تسجيل يمه اللي حط فويس يا عيال بارد وجه من الثمنيلات من الثمنيلات يا عيال قصة ويجيبها هذه سيارتي المرسيدس هذه جديده 2000 <applause> والله يا عيال ده مقطعي والله والله العظيم صور مقاطع يا عيال تبون تشوفونها اوريكم ها فيديوهات ناظر شوفوا وين وينه شوفوا هذه قص هذه تشوفون على اليسار قصها ارسل ارسل رساله ثمان الصوره الثانيه خلنا نشوف يعني مكبر مكبر الصفحه وقص راس قص هذه يا عيال شوفوا سيارتي هنا على اليسار شوف سيارتي هذه ارسل ارسل رساله من هذا اوف ما يعرفني اه شكله مو انت اي شكله مو انت مو انت حسبتك واحد مشهور حسبتك واحد مشهور هاس. نفس سيارته ما تغير شيء بقول له احلف انك صادق احلف انك صادق انا صار صار فيني تبلد عيال من كثر ما اشوف العينات هذه والله والله العظيم اسجل فويس عيال انت شكلك تلاعب ما انت حق صمله الا الا والله الا والله صامل اسجن صامل اسجنك السلام عليكم اهلا وسهلا حبيبنا كيف حالك طيب يا اخي وصلنا مرحله مره 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 صعبه يعني. انا والله ما مد... انا ما ادري ايش اقوله يا حبيب قلبي السلام عليكم كيف حالك طيب يا اخي ما تستحي على وجهك انت يا يا حرامي يا صروق يا بارد الوجه يا قليل الادب يا ولد ما تخاف ربك اليوم يوم جمعه يا ولد خاف ربك اي دي سياره سيارتي انا انا فيوار شوف هذا مو وجه معصب شباب بيجيكم والله العظيم مو وجه معصب ما عاد صار فيني تب... صار تبلد عيال <تصف> خلاص خلاص صار فيني تبلد 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 تبلد, تبلد. تبلد. بشكل فظيع عيال بعد كتب هل يرسلون لي يعني هي قله ادب هي ايش بالضبط خلاص خلاص يا حبيب قلبي والله العظيم انك محاسب والله العظيم والله العظيم ما خليك والذي رفع سبع وانزل سبع اني ما خليك عيال ترى وجهي توني صاحي توني صاحي يعني مو توني صاحي باقي ما صحت تشوف شو طالب قهوه بلكني اوكي صار يجي صح واحد اوكي انا شايل الصوره حقتي عيال عشان ما يعرفني طيب هنا خلصنا من الشخص الاول انا اتمنى احصل شخص يتصل هذا بلكني ولا ايش بالضبط بلكني صح عيال صح واحد بس ليه صورته ما من عندي الو والله ما ادري هو بلكني صورته ما عيال من عندي اتذكر بلوك تختفي صوره البروفايل حقك اتوقع اني لقمت بلوك يا جماعه الخير المهم هنا يا جماعه الخير خلصنا الشخص الاول الحين نروح للشخص الثاني مرسل له رساله وانتظره يرد والاعلانات ترى كل ما لا تتحدث ولا انتبهت لها الا منكم الناس اللي تتداول مقاطع في التيك توك وتقول اسامه هذا انت ولا لا والناس اللي تقول هذا آه مو فيوار هذا مستحيل فيوار والناس اللي يقولون هذا ناس مسويين مزاد مطفرين ولاحظت ان الفتره الاخيره الناس قاعده تتكلم عن هذا الموضوع اذا شفتوا شخص قاعد يسوي الشيء هذا راسلوني منها استفيد محتوى انزل ومنها ننبه الناس ترى لك خير قسم بالله العظيم الشيء اللي ينشر هذه الاشياء تمام وينبهني قسم بالله العظيم لك خير يلا يا جماعه الخير روح للشخص الثاني هذا الشخص الثاني عرض ايفون يا جماعه الخير بقيمه 50 ريال السلام عليكم الايفون عندك للحين ابي ضروري الساعه 5 و10 دقائق الساعه 5 و21 دقيقه يا جماعه الخير رد هلا يب متوفر قلت له احول لك الان 50 ريال وشلونه وشلونه وليه 50 وليه 50 اي صامل، كلهم كلهم اي صامل صامل، <applause> ليه الكذابين كلهم نفس الاسلوب ايش السالفة؟ اخوي موجود حول 55 ليه؟ ليه؟ اتوقع انه ريال ليه؟ ضريبة 5 ريال والله لا استقعد طيب والله لا استقعد، ال 50 ريال كم فيها ضريبة؟ العشرة فيها 15% فلما نقول ال 100 فيها 15 ريال، بنص ال 15 ريال يكون كم؟ 15 تقسيم 2 7 ريال ونص، طيب بقول لا المفروض آه لا مفروض مفروض 57 ونص، 75 لا 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 معليش 57، المهم آه ابي اقابلك ابى 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 اقابل ابى اقابلك اقابلك مكانك باخذة منك بيدي علمني بتجارتي ايوه ايوه بقول له اي اسف وين ساكن بالخارج انت وين بقول بس بطلع الرياض اذا قال الرياض بقول بس بطلع الرياض بطلع الرياض الان اخ ليه سبقت هنا يا الله يا العجله بس بطلع الرياض اليوم انت وين انت من وين طيب من وين انا اجيك لوك اخر لا 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 السعوديه والله اجيك والله أنا برا المملكة. وين برا؟ وين برا المملكة؟ وين برا؟ أخلي خويي يقابلك. وين برا المملكة؟ أخلي أخلي خويي يقابلك. إذا قال أمريكا في بيت. بيت جهز نفسك ها؟ <applause> والله صادق أنا. والله صادق. والله صادق أنا. أنت من وين؟ انت من؟ وين؟ اتكلم جد غيرها سخن وش؟ بالجوال حول غيرها سخن، اخوي والله بالجوال. بس ابي اقابلك يا اخي، اقابلك اخاف انك تكذب علي، اخاف شوفوا اذا تبغون تعرفون ان كذاب محترف دقيقه، اخاف شف بيقول لا وين ما ايش ما راح لو انه صادق بيقول اقلب وجهك، فهمت؟ في زباين واجد، اخاف تكذب علي، نتقابل بالجنه باذن الله، أه على ويه الدنيا صعب تجمعنا، الو؟ وش دخل؟ حول فلوسك، الو؟ خذ الايفون، طيب ابي اقابلك يا عيال بتصل عليه أوه قاعد يسولف كذا بتصل عليه أتصل عليه أيوه ناخذ رقمه يلا نتصل عليه أقول له رد متصل قاعد يكتب يلا يا أخي تكفى ما وصل لي اتصال قسم بالله العظيم إني قاعد أتصل والله العظيم كيف ما وصلك؟ ايش مسوي؟ تخوف؟ لا يا عيال والله انه صغير، لا لا لا، صدق ابي اكلمك، أبغى اشوف صوته، لو رديت لعنت الطيب فيك أح <applause> يا الله شير وقوي عين، اخوي اخوي بحول لك، بحول لك 100، لا تكثر كلام، والله بحول 100، هذا هذا صدق والله بحول 100، يا رجال والله عشرة. عشرة لا اعطيك 10، 10000 لو عندك، قسم بالله العظيم، أقول انت فيوار، انت فيوار اي بقول انت فيوار وتسب، انت فيوار اليوتيوبر، لان السلسله ذي انت من وين تفهم؟ ليه تسب؟ حسبتك فيوار بقول له، حسبتك فيوار <applause> هذي حسبتك فيوار شكلها تصريفة آه الايام الجاية اغلط على احد اوه ليش والله حسبتك فيوار من هذا اها آه شكل راعي السيارة رعي الجوال واحد والزق فيه اح آه لا تلتفت الى صغار الامور خليني اوريكم كتب كبر دماغك ما له داعي تدخل في نقاشات انا ما اخذ دروس الايام الجايه ما له والله يا عيال اني شاك. ان هذا الشخص نفس اقسم بالله العظيم في نسبه تشابه 30 20% من هذا والزق لا ما ذاك ما غلط والله احس في نسبه تشابه المشكله يا عيال هو مو ماخذ شيء لي تمام هو مو ماخذ شيء لي هو ماخذ جوال ايفون هو ماخذ جوال ايفون موجود عند كل الناس لو ماخذ سيارتي كان يمديني اتلاسى انا إياه. تمام بكتب له معليش اسف بهدي الجو معليش اسف اخوي والله زبد لي يا عيال معليش اسف اخوي بيني وبينك حراج تمام ما, اقدر ما اقدر اتجادل يا يعني هذا قفل السالفه هذا واضح انه ما يمديني اقول له. لا انت ما اخذ وانت فهمت لانه هو ما اخذ جوالي لو ما اخذ سيارتي يبشر طيب الله يستر علينا وعليك طيب الله يستر انا لازم ابلغ حقنا هذا يستر علينا اوف صاروا يعني ما يعرفونني لا صاروا يسوون الطريقه لا اراديا فهمت لان الطريقه هذه او نسوها في اليوتيوب انا اي يعني يغبن طيب الله يستر علينا وعليك بالتوفيق كلامك كثير طيب خلاص طيب اذلف اذلف ابن الحلال نفس كلامي بعد أه حبيبنا الله يسعدك يعني شوف شص... أه ليلى سجلنا خلاص خلاص ابلك خلاص مع السلامه طيب يا جماعه الخير نشوف الشخص الثاني هذا صعب والله والله هذا صعب يا يعني. عيال ما يمديني ما يمديني معاه مره ما يمديني مره 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 حار مره ملسون مره كلامه واجد ما اقدر ما اقدر بس اذا شافني الله يهديك يا رب يفتح على قلبه حرفيا نروح أه لنروح للشخص الثاني يا جماعه الخير نروح للشخص الثاني شوف عارض